النهارده المهاجم الياباني كوبو بيسجل الهدف الخامس لريال سويداد في مرمى جيرونا في الدقيقه 85، هجمه مرتده من ريال سويداد خدها اللاعب سورلوس، اداها لكوبو على الناحيه الشمال. كوبو يعني موه بجسمه او يعني خد الكوره وفتح زاويه وشاط برجليه الشمال على شمال الحارس في الايمن الجون، وكره صعب ان الحارس يصدها والهدف الخامس ورومنتادا قويه لريال سويداد بعد التاخر 3-2. رجعوا في المباراه دلوقتي بقت 5-3.